أهلا بكم في هذا المساء. أربعة ملفات نطرحها عليكم بحيثياتها وأبعادها. بعد قصف مطار التيفور السوري، موسكو ودمشق وطهران تتهم إسرائيل، وواشنطن وباريس تسارعان بالنفي، وترامب يؤكد اتخاذ قرار هام بشأن سوريا بغضون يومين، ونتنياهو يؤكد أن من ينهض لقتلنا سنسبقه. خلال اتصال هاتفي، نتنياهو يفشل بإقناع ترامب بتغيير موقفه حول سحب القوات الأمريكية من سوريا، وترامب يؤكد أن سحب القوات مسألة وقت. ولي العهد السعودي يلتقي رئيس الوزراء الفرنسي وعددا من المسؤولين الفرنسيين خلال زيارة تستمر 3 أيام لتعزيز التعاون بين البلدين، وفي محاولة سعودية لتغيير موقف باريس من الاتفاق النووي الإيراني. إسرائيل تقصف موقعا عسكريا لحماس في شمال غزة ردا على تسلل فلسطينيين من السياج الحدودي وزرع عبوات ناسفة على الجدار، وروسيا تؤكد أن استخدام القوة من قبل الجيش الإسرائيلي غير مقبول. كشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن أن سلاح الجو الإسرائيلي هو من شن الغارات على مطار التيفور العسكري في محافظة حمص وسط سوريا من خلال مقاتلتين اثنتين دون أن تدخل المجال الجوي السوري، حيث أكدت موسكو أنها قلقة بشأن هذه الضربة وبأن إسرائيل لم تعلمها بها. وفي دمشق أكد مصدر عسكري سوري أن إسرائيل قصفت المطار العسكري بطائرات من طراز F-15. وفي المقابل سارعت وزارة الدفاع الأمريكية إلى نفي أن تكون قواتها قد شنت ضربات في سوريا، فيما أكدت مصادر في البيت الأبيض أن إسرائيل أعلمت واشنطن قبل القصف. هذا وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القصف الأخير قائلا: من ينهض لقتلنا سنسبقه. أعلنت كل من سوريا وروسيا أن إسرائيل نفذت غارات جوية على مطار التيفور العسكري في مدينة حمص وسط سوريا الليلة الماضية. أفاد مصدر عسكري بأن هناك شهداء وجرحى جراء عدوان بالصواريخ على مطار التيفور. ذكر المصدر أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت للعدوان وأسقطت عددا من هذه الصواريخ. ونقل عن مصدر عسكري سوري أن مقاتلات إسرائيلية من طراز F-15 أطلقت عدة صواريخ من الأجواء اللبنانية. ونقل عن الجيش الروسي أن طائرتين إسرائيليتين شنتا ضربات ب8 صواريخ، وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 5 منها، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن هذا القصف يعتبر تطورا خطيرا. وأعلن المرصد السوري عن مقتل 14 مقاتلا بينهم إيرانيون جراء الغارة التي استهدفت المطار الذي تتواجد فيه قوات سورية وإيرانية وعناصر حزب الله. وتأتي الغارة بعد أن تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب برد مشترك على الهجوم الكيماوي في مدينة دوما. ونقل عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل هاجمت سوريا وأطلعت الولايات المتحدة على الهجوم مسبقاً. ولنقاش هذا الملف معي في الاستوديو السيد روفن بن شلوم، طيار احتياط سابق في سلاح الجو الإسرائيلي، مرحبا بك. وأيضا سيد عصام زيتون معارض سوري مستقل، مرحبا بك سيد عصام. أبدأ مع سيد روفن من الناحية العسكرية. روسيا تقول بأن الطائرات الإسرائيلية لم تخترق الأجواء السورية بل تم القصف من خلال الأجواء اللبنانية. من الآلية العسكرية هل يمكن القيام بذلك بهذا الشكل؟ كثير من الأحيان بعد هجمات في سوريا نحن نشاهد في القنوات التلفزيونية مشاهد أو تصوير ربما يظهر أن الطائرات الإسرائيلية داخل الأجواء السورية، هذا في العديد من الأحيان غير صحيح. لذلك في العديد من الأحيان تستطيع الطائرات أن تطير في الأجواء الإسرائيلية أو الطائرات أو في الأجواء اللبنانية وتطلق الصواريخ، والصواريخ تستطيع أن تصل 180 كيلومتر ويمكن التحكم فيها عن بعد. لذلك في العديد من الأحيان فإن وجهة نظرنا يجب أن تكون محتلة بحسب التكنولوجيا. أعتقد أن هذا الهجوم تم من بعد من الأجواء اللبنانية. نعم، نتنياهو يلمح بمسؤولية إسرائيل بهذا القصف. لو إسرائيل بالفعل قامت بهذا القصف، ما هي الرسالة خصوصا بهذا التوقيت؟
لا أعتقد أن هذا الهجوم هو رسالة من إسرائيل. نحن نواجه في العديد من الأحيان حالات ونبحث عن أنها رموز وتلميحات ورسائل. أعتقد أنه يوجد أي علاقة بين القصف في سوريا، ولا أعتقد أن إسرائيل هي دورها الشرطي في الشرق الأوسط، ولا أعتقد أن إسرائيل تعتبر نفسها قوة عظمى عالمية يجب الآن أن تعاقب أو ترمز أو تلمح الأسد لكي لا يكرر الهجوم. أعتقد أن هذا جزء من السياسة الإسرائيلية المعتادة الثابتة بمهاجمة منشآت في الأراضي السورية. أعتقد أنه يدور الحديث أنه تم استهداف طائرات دون طيار إيرانية في سوريا أو قدرات استراتيجية. في العديد من الأحيان أعتقد أن إسرائيل تهاجم عندما لا مبرر لديها غير ذلك، لا حل آخر. هذا الخيار أخي، هي لا تهاجم إلا عندما يتم عبور خط أحمر إسرائيلي، وحينها لا يوجد أي حل آخر عدا عن المهاجمة. نعم سيد عصام، ربما الجميع توقع بأن القصف ليلة أمس ربما قد يأتي من خلال باريس أو واشنطن، واستمعنا إلى تصريحات ترامب وماكرون في الآونة الأخيرة، لكن حتى الآن ربما الأصابع أو الأسهم موجهة إلى إسرائيل بأنها المسؤولة وراء هذا القصف. إسرائيل ليست المرة الأولى التي تقصف مطار التيفور في الميدان السوري. كيف ترى التوقيت؟ وهل برأيك بالفعل إسرائيل هي من تقف وراء هذا القصف؟ لأن هناك مصالح لدول كثيرة بأن تقصف الميدان السوري في هذا التوقيت. مساء الخير أستاذ فراس، شكرا لك على الاستضافة. طبعا الهجوم هو مبني على يعني اعتبارات أمنية إسرائيلية بالدرجة الأولى ولا شيء آخر. مثل ما تفضل ضيفك أنه إسرائيل ليست شرطي ولا تتدخل في الصراعات في الدول المجاورة، ولم تتدخل إلا في المجال الإنساني والمجال الطبي في الموضوع السوري. طبعا في اعتبارات نقل أسلحة من إيران إلى لبنان أو أي اعتبارات تانية، على هالأساس قصف المطار وليس لأي سبب آخر. أما بالنسبة التصريحات الأمريكية والفرنسية، فنحن يعني صرنا متعودين عليها من 7 سنوات. نحن بنشوف النظام عم يستخدم السلاح الكيماوي من دون اي رادع ومن دون اي خوف. يعني في نقطه انا حابب يعني نوه لها، تفضل، انه استخدام السلاح الكيماوي في مدينه دوما لم يكن له اي مبرر عسكري عملياتي او تكتيكي فيما يخص المعركه، باعتبار دوما تعتبر ساقطه بعد ما طبعا هي الغوطه كلها كانت تعتبر ساقطه عسكريا بعد هالحصار وبعد تخلي العالم كله عن الناس المحاصره في دوما وفي الغوطه. طبعا بعد البلدات كلها استسلمت او اخرجت هجرت الى الشمال، طبعا صفيت دوما، فما كان في اي داعي. انا ما بشوف الهجوم الا في اطار المناكفات او النزاع الدبلوماسي الذي نشب بين روسيا وبين بريطانيا اولا، ومن ثم انضمت لبقية الدول الاوروبيه ضد روسيا. يعني انا بعتقد انه هذا موضوع اكبر من الموضوع السوري، ويعني للاسف الصراع يصفى على الارض السوريه والشعب السوري هو المتضرر. نعم سيد عصام، نعم لو صحت الانباء بان الطائرات الاسرائيليه لم تدخل الاجواء السوريه، وكما قال ضيفي هنا من الناحيه التقنيه هي ليست بحاجه لدخول الاجواء السوريه، ما قد تعتبره دمشق في نهايه المطاف وكانه ردع سوري امام اسرائيل بدخول الاجواء السوريه. هذا موضوع عسكري انا ما بعرف. يعني هي اسرائيل نفذت عده غارات على مواقع سوريه من الاجواء اللبنانيه، لم تدخل الاجواء السوريه. طبعا بعد حادث اسقاط الطائره الاسرائيليه F-16 مؤخرا، اسرائيل عندها حسابات اخرى. انا مثل ما قلت لك انا ماني عسكري، الموضوع انه في هجوم نفذ على المطار T4 في الساعات الاولى من صباح اليوم، وهذا الهجوم يعني هو موضوع صراع إسرائيلي إيراني إسرائيلي لبناني، خلينا نقول من حزب الله مثلا، ما له أي علاقة بالثورة السورية وما له أي يعني إيجابيات بترجع على الشعب السوري. نعم ابقى معي سيد عصام، أعود لك سيد روفن. بالنسبة للموقف الروسي، ولأول مرة روسيا سارعت بالاعتراف بأن إسرائيل هي من قامت بهذا القصف، وهناك رادارات روسية وروسيا هي التي تسيطر على الميدان السوري، ورأينا بعد ذلك تصريحات روسية وكأنها نوع من معادية لإسرائيل. كيف ترى هذا الموقف الروسي الآن؟
أولا يؤسفني أن أكون وقحا، ولكني لا أعتقد ولا أؤمن، لا أصدق تصريحات السياسيين في التلفزيون في كل الشرق الأوسط يقولوا الزعماء شيء واحد للداخل وشيء آخر للمجتمع الدولي وشيء آخر ثالث للإعلام. ها نرى ذلك في كل المنطقة من نتنياهو إلى ملك الأردن وتركيا وحتى في هذه الحالة أيضا. أعتقد أن التنسيق بين الجيش الإسرائيلي وبين سلاح الجو الروسي في سوريا هو وطيد جدا، لأننا نطير في نفس الأجواء وفي نفس المنطقة ونرى أن هناك تنسيق وطيد بين رئيس وزرائنا والروس، ولكن الروس ليسوا أصدقائنا. الروس لديهم مصالحهم الخاصة وهم يرغبون بهذه المصالح وهي الحفاظ على نظام الأسد، ولذلك إذا كان يقف أمام الكاميرات يقول هذا أمر سيء وهذا سلبي ويؤدي إلى كثير من الأمور، أنظر إلى الأمر بشك ويقين تماما كما أنظر إلى الأمور من كل تصريحات سياسيين. إذا كنت تعتبر أن هذه الخطوة تشكل تغييرا دراماتيكيا مما فعلناه حتى الآن، لا أرى ذلك. ربما التغيير بالنسبة للحتلنا قبل وبعد ربما شخص جانب معين يشعر بالإهانة، ولكن لا أرى أن هذه التغييرات تؤثر على الواقع. نعم سيد إسلام، استمرارا لما قاله سيد روفن، مصادر في البيت الأبيض قالت بأن إسرائيل أعلمتها مسبقا عن هذا القصف، روسيا أعلنت على عكس من ذلك بأن إسرائيل لم تعلمها، ومن يعرف الأجواء السورية هناك تنسيق واضح بين روسيا وإسرائيل في الميدان السوري، وروسيا تراقب ما يجري في الميدان السوري وحتى مع ذلك لم تمنع هذا القصف. لكن كيف ترى الموقف الروسي هذا الأخير بالنسبة للقصف الإسرائيلي؟ نعم طبعا روسيا ما كانت تحسن تمنع، لأنه روسيا عندها سيطرة على الأجواء السورية، وإسرائيل هالمرة كانت حذرة وقصفت من الأجواء اللبنانية. أنا في نقطة بدي نبه إلى أنه لا ننسى أنه الاتفاق اللي صار بسبح سلاح النظام السوري الكيماوي عام 2013 كان بضمانة روسيا، واستخدام السلاح الكيماوي بهالوقت هذا بالذات هو رسالة للعالم، رسالة تحدي للعالم. الروس ماضي في دعمه لهذا النظام المجرم، في تهجير الشعب السوري، في إهانة الشعب السوري، في انتهاك السيادة السورية، لأنه روسيا صارت هي إلى اليد الطولة. طبعا إسرائيل لها اعتبارات تانية يعني غير اعتبارات الروسية، فنفذت الهجوم اليوم وكلنا شايفينه. وأنا بعتقد أنه يعني القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل تلاحظ تماما بأن الروس غير قادرين على السيطرة على تمدد القوات الإيرانية، وهذا اللي صار التفاهم حوله بين رئيس وزراء الإسرائيلي نعم سيد عصام، ودلالة على ذلك بأن مطار T4 وهو سوري بحت في نهاية المطاف تتواجد به طائرات بدون طيار إيرانية وحتى عسكريين إيرانيين، وهذا إشارة لنفوذ عسكري إيراني حتى بعلم روسيا وبعلم دمشق. أكيد طبعا لا شيء يتم على الأراضي السورية أو في الأجواء السورية بدون علم الروس، هذا هي حقيقة يعني. فلذلك الروس هم مسؤولين عن استخدام الكيماوي في الغوطة وعن كمان أي تحرك أو أي تمدد أو تجاوز الخطوط الحمر من قبل إيران على الأرض السورية أو في الأجواء السورية. وهذا الرد الإسرائيلي يعني طبعا أقل من طبيعي. نحن ما من مثل ما قلت لك يعني نحن الشعب السوري ينتظر معاقبة هذا النظام، ينتظر مجلس الأمن، ينتظر المجتمع الدولي، القوى العظمى لفعل أي شيء، لأنه الأمور جاوزت كل المعقول وكل القابل للفهم بالنسبة للشعوب، ليس فقط بالنسبة للشعب السوري وإنما بالنسبة للشعوب العالم أجمع. لازم يكون في قانون دولي وهي نعم. جرائم مسجلة ولازم يتم التعامل معه. فأنا يعني مثل ما قلت لك نحن ننتظر التصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت واضحة اليوم أنه بده يعمل شيء خلال 24 ساعة و 48 ساعة، نحن ننتظر. أما الهجوم كان اليوم على المطار فهو قضية إسرائيلية بحتة ما لا أي علاقة باستخدام كيماوي. نعم يبقى معي سيد عصام. سيد روفن، أحد الإعلاميين الإسرائيليين قال اليوم بأن الهدف الإسرائيلي ما من هذا القصف هو القدرة الجوية الإيرانية، وخصوصا أن كما ذكرنا في مطار T4 هناك طائرات بدون طيار إيرانية وحتى عسكريين إيرانيين.
انتبه أنه مثير جدا أنه طوال السنين هاجمت إسرائيل مواقع داخل أهداف داخل سوريا ولم نقل أي شيء. اليوم الواقع مختلف، أننا نتحمل المسؤولية، نتبنى المسؤولية، وحتى أننا نتبجج بعض الشيء بل ربما أكثر من اللزوم بما يجري داخل سوريا. ولكن حتى الآن في العديد من الأحيان لا نعرف ما هو الهدف. حتى الآن الحديث يدور عن تكهنات، هجوم بعد هجوم، حتى لم نعرف أين تم الهجوم، لا نعرف من هي المركبات التي تم مهاجمتها في الحقل. رغم ذلك تم تبليغ عن إصابة إيرانيين، ورجح أنه واحد من اثنين، أنه شحنة استراتيجية من أسلحة تنقل إلى حزب الله، وهذا غير مرتبط بالتزامن وبالتوقيت. وربما يكون الأمر أن إسرائيل تواصل بالقضاء على قدرات إيرانية كهذه في المنطقة. بدون شك أن إسرائيل هي التي تمنع قدرات استراتيجية من أن تتحقق وتشكل تهديدا أكبر ومعقدا أكثر في المستقبل. نعم سيد عصام، سؤال أخير وباختصار، كيف على المعارضة أن ترى هذا القصف الإسرائيلي في هذا التوقيت مع إنجازات دعنا نقول الجيش السوري في الغوطة وفي مناطق أخرى؟ نعم أخي، للأسف يعني أنا أقول وقلبي يعتصر دم إنه الجهة الوحيدة اللي أزعجت النظام السوري أو اللي ضربته يعني اعتبار ولو الاعتبارات أخرى بعيدة عن أهداف الشعب السوري هي إسرائيل. الطرف الوحيد اللي ضرب النظام السوري أو اللي أزعجه هي إسرائيل. أنا بدي أشير لتصريح خطير، يعني طبعا نائب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات اللي رشحها الشعب السوري أو اللي تتكلم وتفاوض العالم باسم الشعب السوري، صرح اليوم أنه استنكر القصف الإسرائيلي. وهي يعني هي مشكلة كبيرة، يعني أنه المعارضة السياسية يعني في المعارضة السورية السياسية بدهم يحاربوا الشرق والغرب، يعني بدهم يعني بعدهم عم بحاف يعني بدهم يسقطوا النظام وعم يستخدموا نفس مفاهيمه واستراتيجياته. يعني كيف تستنكر انت قصف لو انه القصف اجى على مناطق مدنية، لو انه القصف اجى على مدرسة، على مستشفى، انا كنت اول واحد بدين. بس القصف الإسرائيلي كل يعني الغارات الإسرائيلية اصابت مواقع عسكرية، والمواقع العسكرية او المطارات كلياتها تشارك في قتل الشعب السوري. فنحن بحاجة فعلا يعني لإعادة تقييم يعني الخطابات المعارضة من 7 سنوات إلى الآن وتجديدها، ويعني وضعها على نعم وصلت صحيحة. نعم وصلت فكرة. سيد عصام زيتون معارض سوري مستقل، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة عبر خدمة سكايب. سيد روفين سوف تبقى معي، والآن أعزائي المشاهدين إلى الملف الثاني.